المباراة ديال اليوم السبت كيف تعرف الجامع لاعبين فرق كبير اللي هو فريق الرجاء البيضاوي، كما تعرف الجامع تهدي في الحسن الجديد في هذا الموسم الأخير، بين أنه فريق ما تيستهانش به. الحمد لله الظروف اللي تنوجدوا فيها المباراة ظروف عادية كأي مقابلة، داري عازم أنهم يحققوا واحد اللقب اللي يهداو الجماهير الدكالية والطاقم ديالنا. إن شاء الله ندخلوا بما فيه الكفاية بواحد الروح اللي كيف تعودتوا على فريق الدفاع الحسن الجديدي، وإن شاء الله تنتمنى تكون روح رياضية وتكون واحد كرة القدم جميلة اللي تليق بالمستوى ديال الفريقين، وإن شاء الله كيف تنقولوا اللي غيكون موجود تكتيكمون وفيزيكمون مزيان راه غيفوز بمقابلة. كما تعرف الجميع كل لقاء والأجواء ديالو، كما حنا فزنا عليهم في مقابلات في البطولة وفازوا علينا هما كذلك، هذه المقابلة ما كيف تنقولوا 50% 50% متكافئة. تنتمنوا أننا الفرص اللي غيجيونا اننا نستطيعوا نستغلهم ان شاء الله ونعودوا باللقب ان شاء الله مدينه جديده. وكما تعرف الجميع ان هذه المقابله هو عرس كروي اللي غيتتبعوا جميع المغاربه، كانت مره من جماهير الدكالي انها تحضر بكثافه، لكن كما تعرف الجميع الجماهير الرجاويه غتكون حاضره بطبيعه الحال، تنتمنوا الجماهير ديالنا حتى هي تكون حاضره ان شاء الله باش تعطينا واحد الدعم واحد الدفعه معنويه ان شاء الله باش نكونوا في نهارنا ان شاء الله.